ماذا تفعل القابلات؟ القابلات هن المقدمات الأساسيات للرعاية الخاصة بالنساء الحوامل والمواليد، لكن دور القابلات لا يتوقف عند الولادة فقط، فهن يقدمن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، ويلعبن دوراً حاسماً في تعزيز الخدمات الصحية في مجتمعاتهن، كما تقدم القابلات المشورة والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، بل هن أيضاً قادرات على توفير خدمات الصحة الإنجابية للشباب الذين غالباً ما يحرمون من الحصول على هذه الخدمات، وبالتالي يدفعن الثمن غالياً من صحتهم وحقوقهم. إذن ماذا تفعل القابلات؟ القابلات ينقذن الأرواح.